ساعتي واقفة. يلا عليك العافية. شكرا. بس الدواء اللي بوصف لك اياه بدك تستعمليه، مو مثل العادة. ان شاء الله. ما راح كتر لك ادوية، راح اكتب لك نوع واحد. هذا بتاخدي حبة الصباح وحبة الظهر وحبة المساء. إذا ما استفدتي بتعمليهم حبتين الصباح وحبتين الظهر وحبتين المساء. إذا ما تنعنشتي بتعمليهم ثلاث حبات الصباح، ثلاث حبات الظهر، ثلاث حبات المساء. وإذا لقيتي حالك متوكي بتاخدي علبة الصباح، علبة الظهر، علبة المساء. وإذا لا بكفي خلص تستعملي دواء حبة الصباح وحبة الظهر وحبة المساء. وراجعيني أكيد. عليك العافية. مع السلامة. مع السلامة. أبو صالح. نعم دكتور. لك احلى ممرضه انت. عندنا حدا برا؟ لا خلص ما في حدا. معناتها ضبطي بالغرفه، خلينا نمشي. حاضر. يلا. اخ يا راسي. اخ ممكن مين حضرتك؟ انا وحيد. اهلين فريد الاطرش. حبايبنا من زمان. تفضل كيفك؟ اهلين مشتاق. شلونك انت؟ منيح ماشي الحال. شو اخبار الاخراج والفن معك؟ مستور الحمد لله. بس على فكرة آخر مسلسل إلك تعبان منه بقى. آه تفرجت عليه؟ بفكر عقلاتي لا لا أتفرج، بس مرتي من كبر عقلها ما بتفوت حلقة. الله يشفيها. تعرف مين مرشح كنت لدور البطولة؟ عجزت. أنت؟ أنا؟ شو نسيت إنك كنت ممثل فاشل أيام الجامعة؟ إيه صورة. صحيح؟ ليش ما عم تبدو بالبيت؟ ما حدا عم يرد على التليفون؟ لا تذكرني، تليفوني صار له 10 أيام معطل، وحاطط شكوى من أول يوم. وتيتي تيتي تي. ايه يا سيدي اذا بيتصلح بشهرين بيكون الله راعي لك. شو الحكي هذا؟ عم بقرا بالجريده انه واحد تليفونه معطل، له 8 شهور مقدم الطلب وتحرم عليه لهلا ما سمع من التليفون. 8 شهور؟ بس انا دكتور ومعرض اني انطلب اسعاف. إيه مرحبا اسعاف، إيه مين منور عليك وعلى اسعافاتك؟ هالاسعاف اخ يا وحيد. اخ لو كنت مسؤول بهالبلد كنت ما بخلي خط يتعطل اكثر من 24 ساعه شو ما كلفني الامر. لك حتى لو كلفني اني ركب خط جديد. خط جديد؟ لك يا رجل شو عم تحكي؟ عم تحلم؟ لك في ناس لهم 20 سنه مقدمين على تليفون ولهلا ما سمعوا لا طن ولا طين. لا طن ولا طين، معك حق. اصلا هذا التسيب واللامبالاه راح يقضوا علينا. راح يقضوا علينا؟ لك قول قضوا علينا وخلصوا. أخ لو الأمر إلي بس أخ. ألو أهلين أستاذ مازن. أهلين وسهلين. لا شو مسافرين بس تليفون معطل. يا سيدي قدمنا شكوى خليها لربك. خير؟ إيه طيب شي نص ساعة بكون عندك. مع السلامة. مين أستاذ مازن؟ الوزير ما غيره؟ إيه نعم يا سيدي صاحبنا الوزير. شو بده منك؟ ما بعرف بده يشوفني بس حاسس هالمرة عاوزني بأمر كتير ضروري. شو سويت مشان التليفون؟ حكيت مدير الهاتف؟ مو على اساس صاحبك؟ لا حكيته ولا رح حكي. انا شغل الواسطات ما بحبه. حطينا شكوى بكره بيصلحوا لحالي. لا اتصلح. شو بك احمد؟ شايفتك ما على بعضك. بشو عم تفكر؟ إذا بحكي لك بشو عم فكر ما رح تصدقني. هات لشوف، احكي لي. بعدين بعدين. لا هلا، شغلت لي بالي، احكي. طيب إذا حكيت لك بتوعديني ما شي بيصير لحدا؟ خلص بوعدك. أكيد؟ أكيد احكي. وعد؟ وعد. Thank you.
صديقي الوزير مازن مرشحني لمنصب مدير عام اهم واكبر شركه بهالبلد. مدير عام؟ عم تحكي جد؟ لا تفرحي كثير، أنا لسه ما وافقت. شو عم تقول؟ ما وافقت؟ شو بدك أحسن من هيك منصب؟ مدير عام يا دكتور، مدير عام، يعني مثل الوزير، حلم، حلم بيحلم فيك الإنسان، وعم تقول ما وافقت؟ بكره من بكير بتروح وبتقول له موافق. ولا قال لك؟ امسك السماعة وقول له موافق من هلا قبل ما يرشح حدا غيرك، امسك هلا قيمي هالتليفون من ايدك واسمعي نظرية وشي بالاول، وجهة نظري بالاول. هات لشوف شو اللي مو عاجبك بهالمنصب. يا خانم هذا المنصب بالنسبة لي عبء ومسؤولية، مو سلطة وفانتازية مثل ما حضرتك عم تفكري. وانت قدها وقدود. لك ايه بس لا بس ولا مس ولا بقلة ولا خس. حاجتك دلال ابو طارق، خلينا نتبحبح لنا شوي ونعيش لنا كم سنة نتهنى فيهم. نتهنى؟ نتبحبح لنا اخ. لك يا عيني إذا أنا صرت مدير عام بدنا نشحت. إيه هلا العيادة عم تستلم لنا 20 30 ألف ليرة بالشهر ويا دوب عم يكفوكي أنت وولادي. لك شلون بكره بدنا نعيش على 10,000؟ بس؟ لا بس ولا مس ولا بقلة ولا خس. شو فكري معاش المدير العام؟ مليون؟ في مدير عام عايش على معاشه. شو قصدك؟ بقصد يعني في غير المعاش الإضافي والحوافز وتعويض اللجان وإذونات السفر ومهمات داخلية وخارجية وإلخ إلخ. شو بنا أبو طارق؟ بعرفك ذكي. أميرة شو عم تقولي؟ لك أنت بتعرفي أنا قرش واحد حرام ما بفوت على جيبك. ومين اللي قال لك رح تقبض حرام؟ لكان شو قصدك فيها هي إلخ إلخ؟ طيب بلاهم هدول المعاش على الإضافي على الحوافز على التعويضات على المهمات على المكافآت بكفوا. نامي نامي هلا خليني أفكر لبكرة. لسا بدك تفكر؟ خلص قول موافق. بس شوفي هالحكي اللي صار بيناتنا ما ضروري حدا يدرى فيه، مفهوم؟ يو ايش شو شايفني؟ وانا مقدر تضحيتك. شكرا كثير يا احمد. ما في داعي تتشكرني استاذ مازن، البلد بلدنا وواجب نضحي مشانها. شوف احمد، انت هي اول مره بتتسلم فيها منصب حكومي، والمنصب الحكومي في مشاكل كثير، ولحل هالمشاكل بيتطلب سياسه خاصه. انا ما بدي اياك تكون قاسي كثير مشان ما يكسروك، وما بدي اياك تكون لين كثير مشان ما يعصروك. مفهوم استاذ. بجوز بالاول تلاقي بعض الصعوبات الكثيره، واذا ما قدرت تتجاوزها لوحدك انا موجود، بتيجي لعندي باي وقت. شو بابا نقول مبروك؟ على شو؟ على المديرية العامة. ما قلت لك ما تخبري حدا؟ وحياتك ما قلت لهم شيء، هن سمعوا الخبر من برا. يا أصبح القصة مزبوطة، ألف مبروك بابا، ألف مبروك، أعطيني إيدك لبوسة. مبروك بابا. ألف ألف مبروك. شوفوا يا أولاد، ما بدي أوصيكم، من هلا ورايح رح تكونوا محط أنظار الجميع. لذلك بدي إياكم تكونوا مثال للأخلاق الحميدة والمعاملة الطيبة مع الناس. بدي ارفع راسي فيكم مثل ما رح ترفعوا راسكم، مثل ما رح ترفعوا راسكم بأبوكم. كل خطوة بتخطوها رح تكون محسوبة علي قبل ما تكون محسوبة عليكم.
اقعد كول كول، رح يبرد الاكل. يعني ضربي لي هالكرافه، ما بتعرفي اني ما بحب الكرافات. ورجيني اشوف. ايه ها هلا صارت هيك هيئه المدير هان. لك المدير مو بالهيئه والمظهر. بعرف، بس المظهر له دور كبير. من بكره رح اشتري لك اربع خمس قومه كمان مشان تبدل برياحتك. لازم تعبي مركزك منيح. انتو النسوان هيك طول عمركم ما بتهتموا الا بالمظاهر. امتى بتهبط لي العادي؟ وقف لشوف ورجيني. ايمي اذا نزعتها يسلموا. لا تنزعها مره ثانيه، خليها هيك يسلموا. يلا بدك شيء؟ سلام. دعي لي. الله معك، الله يوفقك يا رب. لك اخي اتركها. امرأة سيدي. سجل لي كمان عندك أميح ميدان الفشتكي. ايه فشتكي. ايه أميرة محمد درب الدباس. دباس كمان ميرفت محمد فايز الأنقر. يعطيك العافية يا ابني. الشهير بالبست. البست نجدات محمد أحمد. أهلاً أستاذ. أهلاً شرفت. أهلاً أستاذ، صباح الخير. أهلاً شرف. هذا هو مكتبي؟ أي نعم سيدي، أهلاً وسهلاً، نورت المكتب سيدي. شباك على الشارع كمان ما شاء الله. أي نعم. عفواً سيدي، أنا طلال رئيس مكتبك. أهلاً وسهلاً. وانا سكرتيرتك امل. اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. سيدي اذا بدكم يعني تطلبوني على هالزرهد. وعلى الزرهد برد انا. شو ما شاء الله كلكم على الزرار هون يا زلعين. عفوا سيدي، اي زر بتريد؟ عفوا يعني اي شيء بتريده بدق لي على هالزرهد. يا العيني تفضل لمكتبك. حاضر سيدي. وانتي كمان لمكتبك. شو
الو الو اهلا سياده الوزير. يا اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يقدرنا يا استاذ مازي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا شكرا. مكتوب مبين من عنوانه. اي وين مسبحي هيك مثل الحردون؟ ما بدك تاكل؟ لا بابا نحن سبقناك، ما انت تاخرت نحن سبقناك. اصيل يا بابا اصيل. ايه وانت الثانية لوين سالي؟ ما بدك تاكلي؟ سبقناك بابا. اصيلة طالعة لاخوكي بابا. شوفي ورا ظهري بابا تابع جامعة. والثانية؟ قصص بابا هلا برجع لك يا مستعطة من مكتبتك. هزي راسك مثل ديك الحبش دوختيني. قومي حطي لي اكل بدي اكل. الاكل قدامك. وينه؟ الصحون كلها مليانه، افتح وكل. هلا هذا هو الاكل؟ ايه ما عجبك؟ قصيت مو عاجبني بس ما في بالعاده تطعمينا اكل جاهز من السوق، وين الطبخ؟ ما بتعرفين بحب الطبخ؟ بدك ما تواخذني، اليوم ما لحقت اطبخ. هاي معك حق، كسار الزبادي هذا أهم، معك حق. ما قلت لي، شلون لقيت تسريحتي الجديدة؟ حلوة، كتير حلوة. وليش هيك عم تقولها من غير نفس؟ أنا ما عم قولها من غير نفس، عم قلك حلوة. بدك تتغدى فيي قبل ما أتعشى فيك، ما هيك؟ شو مناسبة الحكي؟ قلي لشوف. شو اسمها؟ طويلة ولا قصيرة؟ شقرة ولا سمرة؟ متجوزة ولا عزبة؟ عن مين انت عم تحكي؟ عن مين؟ سكرتيرتك اللي ردت علي على التليفون. سكرتيرتي؟ وشو دخلك اذا كانت طويلة ولا شقرة؟ قصيرة ولا طويلة؟ سميلة ولا صفرة؟ شلون شو دخلني؟ ما بدي اطمن على جوزي، مع مين غرقان؟ شوفي أميرة، هي اللي عم تحكي عنها سكرتيرتي، يعني العلاقة بيني وبينها هي علاقة عمل وبس. بعدين أنا بتعرفي بعرف إصبع ما بغرق منه. بصرا كل لا أنا لابد ما أتعرف عليها وأعرف كل شيء عنها وبنفسي. اللي بعده صلاة. ايوه مين كمان؟ استاذ طلاب لا تزعل، لك علي فنجان قهوه تروق فيه على كيفك. اهلين ابو صالح. اهلين سهلين. ايوه ايوه ايه لا لا مو معك عم بحكي. ايه والاوبل ما عاد تعجبها، يعني بصراحه اميره خانم بلش نقه. تفضل استاذ وحيد. يسلم ودياتي ابو صالح. ودياتك. تفضل دكتور. يسلموا. الله يسلمك. إيه صار مدير عام ولسه بتنادي له دكتور؟ إيه لو بيصير كمان رئيس وزارة ما بنادي له إلا دكتور. وهي سكرة. تفضل. بس للدكتور أبو صالح؟ كمان إلك تكرم. يسلم هاليدين. صحة وهنا. إيه سيدي. نرجع لحديثنا، عن شو كنا عم عن السيارات. يا سيدي الحق معك. يعني معقول مرتها تنزل تشتري خضرة ولحمة من السوق هيك لحالها بدون سيارة؟ إذا بدها تروح لعند رفيقتها تركب تاكسي عمومي وهي مرت مدير عام، إيه ما حلوة؟ إيه لا تعايد أنت الثاني، خلص فرز لها سيارة على البيت. حبيب قلبي هذا ما اسمه استغلال المنصب، هذا حقك. وما بتعرف شو بده مني؟ لا خبرني ابعت وراك مشان تدخل لعنده. طيب
طيب ممكن ادخل لعنده؟ تفضل. شكرا. ادخل. احترام سيدي، مروا. اهلا استاذ لطيف، تفضل تفضل. شكرا. شو اخبارك؟ الحمد لله. وكيف اخبار المرأة؟ كله تمام سيدي. استاذ لطيف بدي تخصص لي سيارة دائمة للبيت وتنقي لي شوفير آدمي وابن حلال. تكرموا سيدي. أحسن سيارة وأحسن شوفير بخدمة المدام. شكرا لك. العفو. عفوا سيدي، البركة كم ولد في عندكم؟ شب وبنت. الله يخلي لك ياهم. سيدي بتحبوا نقي لهم سيارات على ذوقي لما هن يجوا نقوا على كيفهم. شو يعني على سوقك ولا على كيفهم؟ أنت عن شو عم تحكي؟ عفوا سيدي، أنا بشغلته. المدير اللي كان قبلكم كان عنده 5 أولاد وكان فارز لكل ولد سيارة، حتى اللي كان عمره تحت 18 سنة كان عاطي سيارة. أنا غير المدير اللي قبلي، بتخصص لي سيارة للبيت وبس، مفهوم؟ حاضر سيدي. سيدي وبالنسبة للأستاذ ممدوح. مين هذا الأستاذ ممدوح؟ معاونكم سيدي. شبه؟ فارزين له 3 سيارات لأولاده سيدي. والله عاد تسحب السيارات كلها وما بتترك له إلا السيارة اللي عم يركبها. ممكن سيدي تبلغوها القرار بنفسكم؟ من شو خايف؟ تتصرف مثل ما عم قلك، واللي بلومك تبعته لعندي فورا. حاضر سيدي، مثل ما بتبلغ. شي حلو، كل ولد سيارة.